نبدا مع حضراتكم على طول وفقره الصحافه. منورنا في الاستوديو كاتب الصحفي المتميز استاذ محمد البهلي. صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا على طول من جريده الاخبار الصفحه الثالثه. محلب في جمعيه استهلاكيه، امهلوني 3 اشهر بدون اضرابات. ومن الشروق في الصفحه الاولى، الغموض يحيط بموعد اصدار قانون انتخابات الرئاسه. الاخبار من صفحته السابعه، السجن 10 سنوات مع النفاذ للشرطيين قاتلي خالد سعيد. ومن الأهرام في الصفحة الأولى، صندوق سيادي لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، ده تصريح لمحافظ البنك المركزي. والأهرام من صفحته الأولى، التموين تلغي الأسعار الاسترشادية. وزير الشباب والرياضة في الشروق، لا انتخابات للأندية. المصري اليوم، مصادر الجيش أرجى مؤتمر علاج الإيدز لدعوة خبراء محايدين. الأهرام مرة تانية لملف خارجي، روسيا تحشد دباباتها على الحدود مع أوكرانيا. خلينا نقول ان الاخبار من صفحته الثالثه، خبر مؤسف، سرقوا المسامير فخرج قطار اسوان عن القضبان. نبدا على طول يا فندم واخبارنا النهارده متهيألي مطرحه ومهمه جدا. خلينا نروح لجريده الاخبار وصفحته الاولى، السيد ابراهيم محلب رئيس الوزراء في جمعيه استهلاكيه، امهلوني 3 اشهر بدون اضرابات. هو الجرايد فعلا اكثر من جورنان رئيسي، الاخبار والمصري اليوم واليوم السابع والأهرام إلخ، كلهم منشطاتهم حوالين الحكومة الجديدة. واضح إن في احتفاء إعلامي بالحكومة الجديدة. طبعا الحكومة الجديدة لسه حتى الآن ما أوضحتش خطتها العاجلة يعني للفترة اللي جاية. هو التصريح الأشهر يعني رئيس الوزراء الجديد ابراهيم محلب هو ان هو مش عايز اضرابات وانه ان هو هيحارب الارهاب. الحقيقه التصريحات دي ما فيهاش جديد، موضوع مش عايز اضرابات ده او الاضرابات بتعطل البلد ده من وقت شفيق، يعني ما كان رئيس وزراء في فبراير 2011، وهو كل رئيس وزراء جديد يقول نفس التصريح على انه المفروض ان خلاص انت رئيس وزراء جاي عارف ان في معامل ثابت زي تقريبا بيواجه اي حكومه، هو ان في موجات من الاضرابات شبه موسميه يعني. ده صحيح. ايه الخطه بقى الموضوع؟ ايوه، انت عارف ان في عامل ثابت، قول لنا انت هتعمل ايه مع العامل الثابت بدل ما تطالب ان العامل ده يقف عشان انت تعرف تتغير. بالظبط. تشتغل. نتمنى ان هم يقدروا يعني يعلنوا بسرعه خطتهم العاجله. الجرايد زي ما قلت لك كلها محتفيه وبتكلم بقى كلام شويه دعائي، ده راح جمعيه استهلاكيه، ده راح مشي ترعه، ده راح كمين امني، يعني شايفها حاجات للتصوير اكتر منها خطط فعليه، لانه مهما كان كفاءه اي وزير، نفترض مثلا وزير الداخليه، البلد فيها آلاف الأكمنة. لو هو راح عمل كبسة على كمين مش هيلف على آلاف الأكمنة دي كلها. فالحاجات دي اللي هي معمولة عشان التصوير دي ما تصلحش إنها تعبر عن سياسة يعني. حضرتك بتعمل إيه من الحكومة الجديدة؟ أأمل من الحكومة الجديدة إنها تفعل خطة الإنعاش الاقتصادي اللي عملتها الحكومة السابقة. الحكومة السابقة كانت عملت خطة إنعاش اقتصادي بحوالي 60 مليار جنيه، أنفق منهم فعليا أظن حوالي 18 بس، ففاضل مبلغ كبير فوق ال 40 مليار. لو أنفقوا بسرعة أظن هيعمل فرق في اقتصاد البلد، وتحديدا لو راحوا لشركات المقاولات لأنه جزء منهم كبير للمقاولات، وراحوا لتطهير الترع إلخ إلخ إلخ. وأتمنى أن هم يروحوا لشركات خاصة، ما يروحوش بالأساس للشركات الحكومية أو لقطاع المقاولات في الجيش. يعني يا فندم نقول يمكن زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه تماما ان احنا متهيألي من حقنا كمصريين او من حق الشعب المصري انه يكون في قدر من الشفافيه، بمعنى ان الحكومه اللي فاتت زي ما حضرتك قلت يمكن في معلومات حضرتك لسه قايلها دلوقتي عن وجود خطه للانتعاش الاقتصادي دي يمكن كانت موجوده بمبلغ ضخم جدا 60 مليار، بس من حقنا احنا كشعب متهيألي نعرف الحكومه دي هتسلم الحكومه اللي جايه ايه، لان كل واحد بيجي للاسف بيهد اللي قبليه عمله، فمتهيألي من حقنا نعرف احنا واقفين فين بالظبط وعايزين نوصل. انا الحقيقه بسرعه شديده يعني لان هو مش وقت الحديث عن حكومه الببلاوي، خلاص انا لازم اشير للنقطه دي ان حكومه الببلاوي كانت من الحكومات اللي تتميز بعدد كبير من الكفاءات ومستوى عالي من الشفافيه وبالذات في المجال الاقتصادي. يعني هم لما جم قالوا احنا في خلال فتره محدده هنعلن خطه اقتصاديه ومصادر تمويل الخطه وخطوات تنفيذها، بالفعل التزموا بالوقت واعلنوا خطه اقتصاديه
وكانوا المجموعة الوزارية فيها بتعلن على كل فترة هم نفذوا ايه في الخطة. عشان كده احنا عندنا ارقام محددة، الخطة الاقتصادية كان مرصود لها قد ايه في ال بالظبط. حوالي 29 مليار في النص الاولاني من السنة المالية، وحوالي 30 مليار، وكانوا موضحين بالظبط المليارات دي هتيجي منين. قالوا هنفك وديعة وهناخد من الامارات قد كذا ومن السعودية قد كذا، وحتى قالوا انفقنا قد ايه من الخطة قبل ما يمشوا. طيب خلينا نروح لجريدة الشروق والصفحة الأولى، ومتهيألي خبر مهم جدا. الغموض يحيط بموعد إصدار قانون انتخابات الرئاسة. المفروض تم إعلان انتخابات الرئاسة إن هي المفروض تكون آخر الشهر ده. هو الحقيقة ان هو اخر الشهر ده كان يعني في لخبطة شوية في مفهوم موعد الانتخابات، ان هو كان بيقول ان اللجنة عليها انها تعلن موعد الانتخابات، الاعلان يعني يتم خلال 90 يوم، مش لازم بالظبط الانتخابات هي اللي تتم خلال خلال 90 90 يوم. يوم ده من خلال الدستور. بالظبط فالمفروض ان هي في خلال فترة قريبة تعلن موعد الانتخابات، مش الانتخابات تجرى خلال 90 يوم. طبعا تأجيل ورا تأجيل في إصدار قانون الانتخابات في ميزة إنه القانون بيحظى بفرصة للمناقشة والإعداد الجيد عشان ما يبقاش فيه ثغرات، وفي عيب إن هو بيطول الفترة الانتقالية. جزء أنا آسف، جزء كبير من الشعب المصري بيعتقد إنه وجود رئيس جديد منتخب هو اللي بيعبر عن ان احنا خدنا خطوة في عملية الانتقال السياسي، ده صحيح. وبالتالي كل تأجيل وكمان بيثير بقى الشكوك حوالين ان بيتم تفصيل القانون على حوالين شخص المشير السيسي، او بيتم ترتيبات معينة قبل اعلان القانون، كلها كلام يعني ايه، كل تأخير بيتي بيسي بيتيب سوري بيسيب مساحة للقيل والقال يعني. ده صحيح. والإشاعات كمان، لأن دلوقتي المصادر بالظبط. ما بقى، أنا بحس ما فيش مصادر حقيقية الواحد يعتمد عليها يعني. خلينا نروح لجريدة الأخبار الصفحة السابعة، والسجن 10 سنوات مع النفاذ للشرطيين قاتلي خالد سعيد. طبعا هو الحكم ده يعني انهى فصل مأساوي في حياة أسرة خالد سعيد تحديدا، يعني اللي هم مش بس فقدوا ابنهم، لكن بسبب تطورات الأحداث في مصر وصفحة كلنا خالد سعيد وثورة يناير بقوا في القلب من الأحداث، باعتبار ابنهم برغم انه هو توفى قبل الثورة بس بقى وجهه من رموز الثورة، ووالدته واخته برضه بقوا من رموز الثورة. وفي الفترة الأخيرة او كانت بتتجدد كل فترة بقى من بالذات من ان هم الناس اللي بيحسبوا على اعداء ثورة يناير مهاجمة والبانجو، وان هو والتخوين وغيره وغيره. وان هو ده كان مدمن الخ الخ. فالحكم ده على الأقل وضع حد للاتهامات دي وبرأ ساحة الشهيد خالد سعيد، ولكنه كمان بيضع علامة استفهام حوالين تحقيقات النيابة والإجراءات القانونية والقضائية في مصر، لأنه في الآخر اكتشفنا لما الحكم صدر إن الشرطيين دول اللي هم من البداية الناس بتتهمهم بقتل أو على الأقل بتعذيب إلى حد الموت أو بضرب أفضل إلى الموت، ودي جريمة معروفة يعني في مصر، ضرب أفضل إلى الموت، لأن هو الولد مات في الآخر، بيتهموا بتعذيب بس بدون حتى ذكر الموضوع الوفاة في الحكم يعني، وفي أمر الإحالة للنيابة، وبالتالي ده بيلقي يعني عملية علامة استفهام مين كده اللي هيتحاكم على قتل خالد سعيد. هم حكموا وهيتسجنوا على تعذيبه، مين اللي هيتحاكم على قتله؟ ده سؤال. تساؤل مهم جدا. اشكرك يا فندم. الاهرام الصفحه الاولى، محافظ البنك المركزي صندوق سيادي لاعاده هيكله شركات قطاع اعمال. الحقيقه محافظ البنك المركزي امبارح اجتمع مع رئيس الوزراء وعمل مجموعه تصريحات مهمه يعني، لكن انا لازم قبل ما اتكلم عن التصريحات هنتقد شويه الاداء الاعلامي، لانه هو الصحفيين سألوه عن حاجات كتير اتكلم فيها مع مجلس الوزراء، في جزء منها هو مش مختص بيه اللي هو موضوع صندوق سيادي لإعادة هيكلة شركات الأعمال. الشركات دي كانت تابعة لوزارة الاستثمار وبعد كده هتبقى تابعة لرئيس مجلس الوزراء. فمحافظ البنك المركزي هو ناقل عن رئيس مجلس الوزراء، مش مصدر يعني، هو يقول لهم رئيس الوزراء قال لي، فحطوا الحاجة اللي هي رئيس الوزراء قال لي هي العنوان الرئيسي في جرايد كتير، لكن هو أهم حاجات قالها امبارح
اللي تخصه هو يقدر يفيدنا فيها اكتر. قال ان الاحتياطي النقدي امن وربما يكون قد زاد في فبراير عن يناير، وده حاجه ايجابيه يعني بيعكس انه الاتجاه النزولي اللي كان فيه الاحتياطي النقدي ابتدى يتغير. وقال كمان انه الدين الخارجي امن ومستقر وربما يكون تحسن، ان هو كان وصل اظن 47 مليار في نهايه الربع الاولاني من السنه الماليه الحاليه، وهو قال ان هو بقى 46 مليار، ففي تحسن نسبي يعني في الدين الخارجي دوت ان هو قل شويه. ففي مجموعه ملفات عند محافظ البنك المركزي مهمه، وفي مجموعه ملفات تانية اقتصاديه عموما يعني طبعا هو ناقشها مع مجلس الوزراء، من ضمنها موضوع الصندوق السيادي. هو مش بالظبط صندوق سيادي لإعادة هيكلة قطاع الأعمال، برضو هو الشركات دي كانت تبع وزارة الاستثمار كجهات حكومية، هيعملوا صندوق تبع رئيس الوزراء مباشرة، صندوق مسؤول عن إدارة الشركات دي. هل هو بقى صندوق استثمار سيادي؟ لأن صندوق سيادي دي بتقال على صناديق الاستثمار. هل هو هيئة؟ هل هو جهة حكومية بالشكل التقليدي؟ لسه الموضوع ما وضحش يعني، مفوضية ايه اللي هيبقى تام، لكن كلمة صندوق برضو يعني ربما تعني ان هم هيسرعوا في اتجاه خصخصة الشركات دي. الأهر أم صفحته الأولى التموين تلغي الأسعار الاسترشادية. طبعا كان في محاولة على الناحية التانية كمان في غلو الأسعار بشكل مرعب يعني. هو في ارتفاع في الأسعار بالذات من فترة الحظر، لأنه دي أثرت على عمليات نقل السلع وبالتالي رفعت الأسعار وسببت الناس خزنت سلع، ده كان مسبب آخر لرفع الأسعار. الحكومة اللي فاتت حاولت إنها تواجه ده بإنها تعلن أسعار استرشادية وتحاول تشوف إزاي تطبقها وتحاول تضخ شوية حاجات في السلع الاستهلاكية، لكن دي كلها كان تأثيرها محدود قوي أو بدون أي تأثير. الحكومة دي هو وزير التموين قال انه ممكن الاسعار الاسترشاديه دي تسبب سوق سوداء، وجهه نظر محل اعتبار يعني، والغاها. هو قال برضو ان هو هيضخ سلع جديده في السلع في المجمعات الاستهلاكيه. اظن الخطوه دي جربتها الحكومه اللي فاتت وما كانتش ذات قيمه كبيره. اتمنى ان هو برضو بما انه لغى القرار اللي شايفه مش ناجح، وانا برضو معاه ان هو ما كانش ناجح قوي، يعني يورينا خطوات تانية تساعد في عملية الحد من التضخم وزيادة أسعار السلع، وخصوصا أن محافظ البنك المركزي تاني بالعودة إلى تصريحاته قال أن هو مش هيستخدم يعني أدوات البنك بقوة فيما يتعلق بموضوع الأسعار يعني بين قوسين التضخم. نتمنى طبعا يا فندم، عشان في الآخر المواطن لازم يحس بتغيير، لأنه متهيألي هو أكتر واحد مهتم رفع الاسعار وخفض الاسعار، يعني كلها تصريحات ورديه، فبنتمنى طبعا ان نشوف نتمنى يعني نتمنى بالظبط، بنتمنى يعني نشوفها على ارض الواقع. الشروق وصفحته الاولى وزير الشباب والرياضه لجريده الشروق، لا انتخابات الانديه على حساب 5 ملايين مصري. خليني برضو ارجع معاك لموضوع التناول الصحفي. الجرنان فرد مساحه كبيره للخبر، لكنه واضح ان هو كاتبه للرياضيين، لان هو خبر ملغز جدا وجايب فيه تواريخ، اللي مش متابع الرياضه يوم بيوم مش عارف. لكن هو وزير الرياضه اجتمع مع مجموعه من قيادات نادي الزمالك، واضح انه الانتخابات للانديه ده واضح انه مقصود بيه على الاغلب نادي الزمالك، لان هو اجتمع مع ممدوح عباس وكمال درويش ومرتضى منصور اللي هم المرشحين في انتخابات نادي الزمالك. فغالبا المقصود هو الغاء انتخابات نادي الزمالك وعودة المجلس القديم، لأنه الفيفا أنذرت الاتحاد المصري لأنه حل مجلس إدارة نادي الزمالك أو ما إلى ما شابه ذلك يعني، وغالبا ده المقصود بالموضوع يعني. لكن الخبر مش موضح فيه بالظبط إيه المقصود لا انتخابات للأندية على حساب خمسة بالظبط، يعني الخبر نفسه تفاصيله مش واضحة. وكمان هو الوزير يعني بيقول إنه الفيفا هيوقف النشاط الرياضي في مصر، ده مش دقيق يعني. هو الفيفا ممكن يمنع المشاركات الدولية لبعض الأندية في بطولاته، وبرضو المبالغة في إن في 5 مليون واحد بيشتغلوا في القطاع الرياضي دي أظن رقم مبالغ فيه أوي. هنا نروح لجريدة المصر اليوم ومصادر، الجيش أرجأ مؤتمر علاج الإيدز لدعوة خبراء محايدين. تلاقي الملف ده مهم جدا وتصريحات كتيرة جدا، فبتمنى أعرف من حضرتك تفاصيل الخبر. والله هو الموضوع الأخبار المؤكدة
انه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه امبارح اعلن على صفحته انه في بريد الكتروني، يعني زي ما تكون ايه كده ابراء ذمه، بريد الكتروني خاص بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، اللي عايز يسال عن الموضوع ده ادي ايميلهم يبعت لهم. وغير كده مفيش حاجه مؤكده من جهات محايده. انا حاولت اتتبع مع الاعلام ومع مصادر المعلومات المختلفه الجهاز، سواء الجهاز بتاع العلاج او الجهاز بتاع الكشف، والحقيقه انا ما قدرتش الاقي مكان خد منه سواء جوه مصر او بره مصر براءه اختراع على الجهاز ده ولا الجهاز ده. طبعا في معلومات عن تجارب لكنها كلها تقريبا تجارب بواسطه المنتج نفسه للجهاز والمطور ليه، دي طبعا ليها قدر من المصداقية، بس صعب انك تقدري تشوفي حاجة ليها مصداقية كبيرة من غير ما يبقى في مصدر محايد اجرى التجارب او اختبارات او الخ. ده اللي بيتم في كل حتة في العالم يعني. طبعا واضح ان هم هنا في المصادر دي يعني او الجريدة بتزق يعني في اتجاه ده، انه الموضوع يعني لسه لازم هيمر على اختبارات ومصادر محايدة تلقي نظرة عليه. وكنت أتمنى أن ده يتم قبل الإعلام بقى في التلفزيون في وجود الرئيس والمشير السيسي، وأن احنا هنعالج، وبعد كده التصريحات الإعلامية اللي جت، وطبعا ناس كتير بتاخد معلوماتها من التوك شوز، قالوا أن احنا هنعالج وعلى 30 يونيو هيبقى البلد ما فيهاش واحد مريض بفيروس سي، وبعدين رجعوا قالوا لا ده احنا هنبدا 30 يونيو بقى. مش دي كلها مش تصريحات رسميه لكنها في التوك شوز اللي للاسف ناس كتير بتاخد منها معلوماتها يعني. بالظبط يا فندم. وطبعا احنا اكيد احنا مش ناس سادين او مجانين ان احنا هنرفض اختراع يساعد المصريين ويساعد البشريه عامه، لكن من حقنا طبعا ان يكون في قدر من الشفافيه، ان نطلع حد يتكلم معانا ويطلع يقول اذا كان الجهاز ده فعلا فعال ولا مش فعال. عامه المايه بتكتب الغطاس زي ما بيقولوا، لا لا فخلينا موجودين لحد ما نشوف. الموضوع بسيط خالص، احنا يعني لما تجيبي دواء كحه او اسبرين للبرد، يعني الحاجات البسيطه جدا بتلاقي عليها انه موافقه من وزاره الصحه برقم كذا، موافقه من كذا، براءه اختراع رقم كذا، الخ الخ، شويه سيرتيفيكيشن مطلوبه للعمل في اي يعني لاتاحه اي دواء للجمهور يعني. الحاجات دي بس زي ما هي مطلوبه في الاسبرين وفي دواء الانفلونزا اللي هو البسيط خالص، مطلوب برضو في الادويه اللي هي بتحدد الانسان ده هيعيش حاجه لا مؤسفه قدر جدا. الله هيموت. الكاتب الصحفي المتميز محمد الربيعي، بشكرك يا فندم على وجودك معانا، وقتنا خلص وكنت اتمنى اخد اخر خبرين لان سرقوا المسامير فخرج قطار اسوان عن نقبان، خبر مؤسف للغايه تماما. وموضوع روسيا كمان متفاعل، على ما هنقول التحليل دلوقتي هيكون الاخبار اتغيرت على كمان ساعه يعني. بالظبط. اشكرك يا فندم. الناس تتابع يعني. اشكرك يا فندم. العفو. ننتقل معاكم لفاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا.